بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وكل أوان ورا ظهر الدهور أمين. أهلا ومرحبا بك عزيز المستمع عزيز المشاهد في حلقة جديدة من حلقات برنامجك قدسوا صوما. اليوم هو يوم الاثنين، أول يوم في أيام الصوم الكبير أو الصوم المقدس أو الصوم الأربعيني. عندنا ثلاث أصوام في الكنيسة، بدايتها يوم اثنين، تبدأ في يوم الاثنين. أول يوم بيبدأ يوم الاثنين هو صوم يونان النبي، فصوم يونان النبي دايما بيبقى الاثنين والثلاث والأربع، ويوم الخميس التالي لهذه الأيام الثلاثة يسموه الآباء فصح يونان، عيد فصح يونان، رغم أن يونان لم يذبح ولكنه كان رمزا للذبيح الأعظم الذي قيل عنه في الأصحاح الخامس والعدد السابع من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس: المسيح فصحنا قد ذبح من أجلنا. تاني صوم بيبدأ يوم اثنين هو الصوم الكبير، ودايما بنسمي الحد اللي قبله حد الرفاع، ونصبح تاني يوم اللي هو النهاردة صايمين الصوم الكبير يوم الاثنين. والصوم الكبير أوله اثنين وآخره جمعة، وبنسميها جمعة ختام الصوم، ذلك لأن الصوم الكبير كان منفصل تمام الانفصال عن صيام أسبوع الآلام، وما كانش مرتبط بعيد القيامة، لكن كان مرتبط بعيد الغطاس. فابتداء من يوم 13 طوبة عيد عرس قانا الجليل اللي بيجي بعد 11 طوبة عيد الغطاس، الكنيسة بعد 13 طوبة من 14 طوبة تصبح صايمة الصيام الكبير، وينتهي الصوم الكبير، ونبتدي بعد كده نجهز أنفسنا لصيام أسبوع الآلام. ثالث صوم بيبدأ يوم الاثنين هو صوم الآباء الرسل، وهو لابد أن يأتي تاليا أو مواكبا ليوم حد العنصرة، أو اللي احنا بنسميه يوم الخمسين أو حد البنتيكوستي اللي هو انتهاء الخمسين يوم. نبدأ يوم الاثنين بصيام الآباء الرسل، وده طبعا وضع أسسه البابا ديمتريوس الكرام البابا رقم 12. احنا عايزين نتعرف عن ماذا تعني كلمة صوم. لعلك تعرف يا عزيز المستمع او تريد ان تعرف ان كلمة صوم ربما تكون قبطية، أو ربما تكون الكلمات القبطية والعربية متقاربة. فالكلمة العربية صوم تتقارب مع الكلمة القبطية آث أو أوم، فكلمة صوم أو آث أو أوم، آث أو أوم باللغة القبطية معناها عدم الأكل، حتى ان هم بيقولوها آث أو أوم شاؤوسيو إنخائيه، يعني تي نستية تي آث أو أوم شاؤوسيو إنخائيه، يعني الصوم هو فترة عدم أكل اللي احنا بنبتزلها في كلمة انقطاع إلى وقت متأخر. هذا الوقت المتأخر بنقول عنه أننا بنصوم للساعة التاسعة اللي هي 3 بعد الظهر،
لان في الساعة السادسة انجيل الاجابي في الوقت ده بيقول طوبى للجياع والعطاشة. فانجيل الساعة السادسة بيطوب الجوع والعطش. اما انجيل الساعة التاسعة فيقول اكلوا جميعهم ثم شبعوا. فبيبقى الكنيسة بتطلب من اولادها صيام انقطاعي حتى الساعة التاسعة اللي هي 3 بعد الظهر، اللي فيه احنا بنتذكر المقولة الخالدة التي قيلت عن الاباء انهم اكلوا جميعهم ثم شبعوا. احنا بنلاقي معنى تاني لكلمة صوم في اللغة الانجليزية. في اللغة الانجليزية بيسموها فاست. كلمة فاست دي ممكن تبقى على كلمة سريع، نقول مثلا فاست ليتورجي يعني قداس سريع، وممكن تبقى كلمة فاست يعني انسان صايم، ايام فاستنج. لقمة الفطار اللي بتاكلها في الصبح بيسموها بريك فاست، وكلمة بريك يعني بتكسر، بريك برضو يعني فرملة، وفاست يعني صوم. فتعامل بريك فاست الصبح يعني انت بتكسر الصوم. لكني استطيع ان اجد معنى اجمل لكلمة فاست اللي هي صوم بالانجليزي. لما بتركب طيارة تلاقي الكرسي اللي قدامك مكتوب عليه فاستن، يور سيت بيلت وايل سيتنج، يعني اربط حزام المقعد اول ما تقعد. اذا كلمة فاست معناها انك انت بتربط، وبتربط يعني بتضبط. الانسان لما بيربط حزام المقعد بيبقى محدد الاقامة، لكن هو اللي اكبر نفسه على كده وراضي على كده، ولو ما تعملش كده يبقى في خطورة عليه. فبيبقى محدد الاقامة بمقعد معين بمكان معين لا يتجاوزه. لو حصلت اي اضرار الخطورة تبقى قليلة، الاضرار ما تبقاش كتيرة، لانك انت فاستن يور سيت بيلت وايل يور سيتنج، انت ربطت حباز حزام المقعد. اذا كلمة صوم معناها الربط او الضبط، ودي برضو جت في اللغة القبطية بمعنى كلمة مون اخون. ولما نسأل ما معنى كلمة مون اخون يقول لك ربط الداخل. اذا انا ايدي مش طايلة الداخل علشان امسكه واربطه واقيده، فبعمل ايه؟ بعمل ان انا استطيع ان انا اربط الداخل بضبط الخارج. استطيع ان اربط الداخل بضبط الخارج. وهنا اتذكر لك مقولة جميلة قالها احد الاباء القديسين، ان الفم الذي لا تعطيه الماء هل يطالبك بالخمر؟ الفم الذي لا تعطيه الخبز هل يطالبك باللحم؟ يبقى احنا لما بنيجي نضبط اللسان، نضبط الفم، حتى نستطيع من خلال هذا الفم ان نصل الى ما هو اعمق. مون ايخون اللي هي كلمة فاست يعني اربط، اضبط، حدد الاقامة، ان انا مش قادر اوصل للي جوه فبتحكم في اللي بره، ولما اقدر ان انا اتحكم في اللي بره هقدر اوصل للي جوه. ابائنا القديسين ما كانش عندهم صوم كبير وصوم صغير، ده كانوا صايمين طول العمر. واحد زي القديس الانبا بولا مش قال 84 سنة في البرية لم ارى وجه انسان، وكان بيأكل خبزا من فم غراب
ويشرب من النهر الذي جنبه؟ احد الاباء القديسين سمع الجرس بيرن بتاع الدير. قال فيه يا ابن الجرس بيرن ليه؟ قالوا له كل سنة وانت طيب، بكرة الصيام الكبير. قال لي في البرية كذا وخمسين سنة ما عرفش متى يبدأ الصوم ومتى ينتهي. عشان كده الناس عملت عدة حاجات لكي تعبر عن فرحتها بالصوم. في ترنيمة زمان كان يقولها أبائنا وجدادنا يا دوبك 55 يوم، ده شهرين من الزمن، لكن بنقول يا دوبك، احنا مستصغرينهم ومستقلينهم. هناك آباء أخر أطلقوا على الصوم الكبير إن هو ربيع السنة، ربيع السنة. وطبعا انتوا عارفين ان الاربع فصول بتاعت السنة مفيش فصل محبب الا فصل الربيع. والناس اطلقوا على الصوم الكبير اسم خزين السنة، ومضى وقت طويل على الكنيسة ما كانش فيها صوم الا الصوم الكبير. يبقى عشان كده عايزين نقول ان احنا دخلنا ابتداء من هذا اليوم في صوم جميل جدا. هذا الصوم اطلق عليه الصوم الكبير مش الصوم الطويل. يبقى لو اطلقنا عنه كلمة الصوم الكبير لانه 55 يوم كنا نسميه الصوم الطويل. واطلق عليه لقب الصوم المقدس رغم ان كل اصوام الكنيسة اصوام مقدسة. طب ليه؟ لان ده الصوم الوحيد اللي المسيح صامه، ولم تفرضه عليه اي جهة او اي مؤسسة حتى ولو كانت الهيكل او مؤسسة دينية. ليه؟ لان اصوام العهد القديم كانت اصواما هلالية، يصومون لرؤيته ويفطرون ايضا لرؤيته. ده أصوام العهد القديم. عشان كده الكتاب المقدس بثم رسولنا بولس بيقول لا يحكم فيكم أحد لا من جهة عيد ولا من جهة هلال ولا من جهة سبت. فكانت أصوام هلالية. يبقى إذا لو كان المسيح صام حسب الطقس اللي تمليه عليه الديانة اليهودية كانت صوم مش هيزيد عن 29 يوم، 28 يوم، لأن الشهر الهلالي شهر قمري. لكن رب المجد صام 10 أيام فوق الشهر، ده دليل على أن ده صوم هو وضعه مش صوم هو تممه، صوم قد استنه وليس صوم كان السيد المسيح قد باشره. يبقى لو كان ده صوم طقسي حسب طقس الكنيسة الأولى ما كانش تعدى 28 29 30 يوم بالعافية، لكن رب المجد صام أكتر من 10 11 يوم زيادة علشان يحط لنا قاعدة الصوم اللي هي 40 يوم. إذن من داخل اسم الصوم نستطيع أن نعرف معنى الصوم. إلى حلقة قادمة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.